السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية الفاروة المدمرة، الفاروة التي تهلك النحل إذا لم يكن النحل متدارك لها. الفاروة هي من تنشر أغلب الأمراض التي تصيب النحل، سواء أمراض بكتيرية أو فيروسية. سيكون لنا في هذا الفيديو عدة مواضيع نتحدث فيها حول المواد التي من خلالها نكافح الفاروة، سواء المواد العطرية الطبيعية أو المواد العضوية المصنعة أو المواد الكيميائية، وهي الأشد خطرا على النحل والنحال والمستهلك. سيكون الموضوع متشعب وطويل قليلا، لكن فيه بعض التفاصيل المهمة التي تهمك أنت أخي النحال. سنقسم الفيديو إلى جزئين نتحدث فيه حول الفاروة وخطورتها على طوائف النحل، وكيف نستطيع القضاء عليها أو مكافحتها. محاضرة قيمة للأستاذ محمد الجراح مع جزئنا الأول، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء مجموعة الشاق النحل محبوه، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة إلما كنتم، وأسأل الله أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم وأن يوفقكم لكل ما فيه خير. باسمكم أخواني جميعا نشكر كل من قام من الإخوان بالمشاركة على ما تم عرضه من الصورة التي تحتوي فيها على حضنة ومصابة بشكل كبير، إصابة شديدة بأكاروس أو آفة الفاروة. فالبعض تحدث عن موضوع طريقة العلاج وكيفية العلاج، وهناك طرق مختلفة ما بين هذه وهذه. إن شاء الله سيتم تفصيل عملية المكافحة وطرق الوقاية من هذه الآفة التي تصيب هذه الحشرة المباركة، وكيفية التعامل معها بطريقة علمية وأسس صحيحة يستفيد منها النحال والنحل في آن واحد. فلنبدأ بلا ذلك على ذلك إخوان الكرام، مأجورين إن شاء الله. نأتي إخوان الكرام إلى تعريف الفاروة، وما هي هذه الحشرة أو هذا الأكاروس أو هذه الآفة التي تصيب طوائف النحل. وأن جميع البحوث والدراسات العلمية والعلماء الذين قاموا بدراسة والبحث عن هذه الحشرة أو هذه الآفة سميت بديسترويد، أي بمعنى المدمر. عندما نقول الفاروة مرتبط معها اسم ديسترويد، الفاروة المدمر، لما لها أثر كبير من نقل الأمراض ما بين الطائفة، ما بين أفراد الطائفة بشكل عام، وما بين الخلايا داخل المنحل، وما هي الأمراض التي تنقلها إلى هذه الطوائف هي بسبب تطفلها على هذه الحشرة المباركة، حيث تعيش في بيوتها وتعيش في أعين سداسياتها وتتكاثر في أعشاش الحضن. من هنا إخوان الكرام اقتضى الأمر واقتضى التنويه أنه يجب علينا الانتباه إلى هذه الآفة المدمرة وعدم السماح لها بالاستفحال داخل الخلايا، لأنها ستكون النتائج ليست بالجيدة، والنتائج تكون سيئة للغاية سواء على النحال المربي نفسه أو على النحل. فمن هنا إخوان الكرام يجب إيلاء موضوع الفاروة، ولا يجب الإغفال عنه طرفة عين، لأنه عندما يقوم النحال بإهمال الخلايا وعدم مكافحتها، هذه الحشرة اللعينة التي تصيب الحشرة حشرة النحل، إنها تؤدي إلى دمار هذه الخلايا نتيجة الأمراض التي تقوم بنقلها كما أسلفنا الذكر، وسيتم الحديث عن ذلك إن شاء الله في التسجيلات اللاحقة. أولا إخوان الكرام، ما هي الفاروة وكيف تعيش هذه الفاروة وكيف تتكاثر هذه الفاروة؟ أولا إخوان الكرام، هي نوع من أنواع المفصلية متوسط الفوهات، يعرف بأكاروس الفاروة أو حلم الفاروة، ويهاجم طوائف نحل العسل تحديدا، ويقوم
عندما يقوم بمهاجمة طوائف النحل فإنه يعتاش ويتغذى على الأجسام الدهنية في هذه الحشرة. سابقا كانت الدراسات العلمية تشير بأن الفاروة تعتاش على دم النحلة ودم العاملات والدم الموجود في اليرقات، ولكن ثبت حديثا بأن هذا الأقروس يقوم بمهاجمة الأجسام الدخلية في هذه الحشرة المباركة سواء في طورها اليرقي أو عندما تكون حشرة كاملة بعدة مراحلها أثناء تطورها من يرقة إلى حورية إلى حين اكتمالها كحشرة في الطور اليرقي، وعندما تخرج كحشرة كاملة من الأعين السداسية فإنه يعتاش على الأجسام الدهنية. منهم البعض يذهب إلى أن يقول بأن الدراسات السابقة كانت تقول بأن هذه الحشرة تعتاش على وتتغذى على دم النحل المسمى بالهيموليف، ولكن ما ثبت علميا وحديثا بأنه تعتاش على الأجسام الدهنية في جسم الحشرة. الآن دورة حياة الفروة إخوان الكرام، تحتاج الأنثى البالغة من 4 أيام إلى 11 يوم حتى تنضج مبايضها، وفي هذه الفترة تتطفل على النحل الكاملة. بعد ذلك تترك جسم النحلة وتهبط إلى الأعين السداسية التي تحتوي على الحضنة المفتوحة تحديدا هنا، يعني في اليوم الخامس قبل إغلاق الأعين السداسية مباشرة. وتفضل هذا الأكروس يفضل الأعين السداسية الذكرية، كون هذه اليرقات الذكور تحديدا غنية بهرمون جينوفيل الذي هو يعتبر جاذبا لهذه الأكروس، حيث تقوم هذه الأنثى بوضع البيض بعد مرور 24 ساعة إلى 72 ساعة تقريبا من أثناء تواجدها في الأعين السداسية، وتستفيد هنا من هرمون الانسلاخ والذي ينشط مبايضها من أجل وضع البيض في الأعين السداسية ومن ثم فقسها في وقت لاحق. نأتي إلى موضوع مهم إخوان الكرام، وهو هل تختلف البيوض التي يتم وضعها في الأعين السداسية المخصصة للعاملات عن الذكور، عن البيوض عن التي توضع في الأعين السداسية المخصصة للذكور؟ نعم، هناك اختلاف ما بين هذه وهذه. فلو قمنا بالنظر إلى البيوض التي توضع في الأعين الذكرية، فإن الفاروة الأم تضع 5 بيضات، الأولى أنثى والثاني ذكر والثلاث الباقيات إناث، وتنجح في العادة الأولى والثاني في عملية التزاوج. البيضة الأولى والثاني تنجح في عملية التزاوج، والباقي تنجح فيه عندما تصل إلى مرحلة البلوغ وتعيش. طبعا تختلف، منهم من قال 2 إلى 3 أشهر في الصيف، منهم من قال بعمر النحلة منهم، ولكن الأرجح وجميع الدراسات العلمية تقول بأنها في الصيف تعيش من 2 إلى 3 أشهر، وفي الشتاء من 4 إلى 6 أشهر، 5 أشهر، 7 أشهر، هذه حسب فترة الشتاء. يعني سبحان الله عمرها من عمر النحل المتواجد في الطوائف، لأنه نعلم بأن العمر يختلف حسب الموسم وحسب العمل وحسب الجهد الذي يبذله هذا النحل أثناء وجوده في هذه الصندة. نذهب إخوان الكرام، نحن لا نريد الإطالة في هذا الموضوع لأنه تم شرحه لأكثر من مرة، ولكن لأهمية هذا الموضوع تم التطرق إليه مرة أخرى. الآن نذهب إخوان الكرام إلى موضوع المكافحة، كيف نقوم بعملية المكافحة؟ وهنا تكمن إدارة النحال وقواعده العلمية وما تعلمه، هل يتم تطبيقه على أرض الواقع أما أنه يستمع ولا يطبق، يشاهد ولا يطبق، يعلم ولا يعمل. هذه تعود إلى فطنة النحال وعمله ونشاطه أثناء تواجده في المنحل أو أثناء رعايته لهذه الخلايا وهذه الحشرة المباركة. أولا إخوان الكرام، وهو
ركيزة أساسية ولبنة أساسية وحجر أساسي في عملية مكافحة الفاروة أو الأكروسات الأخرى، هي عملية انتقاء وانتخاب الملكات. وهذه تعود إلى دراية النحال بما يمتلكه من صناديق، وهل هذه الملكات لها رصيد وراثي ومدونات ومتابعة أم أنها ربيت بشكل عشوائي. هذه تعود إلى النحال وبما يدور داخل المنحل هو على دراية به. فعندما نقول إخوان الكرام انتخاب ملكات ذات رصيد وراثي، يجب أن تكون هذه الملكات تقاوم الآفات والأمراض، تقاوم الطفيليات، تكافح الأكروس، ولديها السلوك الصحي وسلوك النظافة، وتحسين هذه الملكات موسم بعد موسم وسنة بعد سنة حتى تحصل على نحل جيد ذات صفات عالية، لديك سلوك صحي جيد وعالي حتى تستطيع من عملية المكافحة. إذا قلنا إخوان الكرام، أولا يكافح عن طريق تربية الملكات وانتقائها. أيضا إخوان الكرام، من أهم طرق مكافحة الفاروة وهو عملية المكافحة الميكانيكية. الآن سيسأل البعض كيف هذه الطريقة؟ هي تذهب أخي الكريم إلى أثناء موسم الفيض بتربية الذكور، وهذه تكون الذكور كمصائد لأكروس الفاروة، كونه كما أسلفنا الذكر بأن هرمون جينوفيل هو يستقطب وهو جاذب لهذا الأكروس، كون هذه الفاروة تحبب وجود هذا الهرمون وتقوم بالذهاب إليه. عندما تتم غلق هذه الأعين السداسية يتم سحب هذه الإطارات ويتم إتلافها، مما تجميدها بالفريزر. منهم من يذهب إلى عصر هذه اليرقات حتى يستفيد من عصير الجيموجانيت الذي هو يعادل بمحتوياته الغذاء الملكي، ومنهم من يقوم بإتلافه، ومنهم من يقوم بتجميده أو حرقه. ولا أفضل عملية الحرق لأنها أولا وأخيرا حراما، ولكن أفضل عملية التجميد داخل الفريزر حتى نضمن بأنه تم تعقيم هذا الإطار سواء من الحشرات البالغة أو من البيوض التي قامت بوضعها هذه الآفة المدمرة. أيضا إخوان الكرام، من الطرق التي تستخدم في عملية مكافحة الفاروة وهي استخدام المواد الطبيعية، ومثال على ذلك الزيوت العطرية كزيت الخردل وزيت القراص وزيت الزعتر والشيح والعشاب الطبية والتي تساعد النحل على مكافحة الفاروة. ولكن تحتاج إلى هذه المواد إلى أمد طويل حتى تحصل على النتائج المرغوبة. يعني نحن عندما نقوم بعملية المكافحة يعني نحتاج إلى مادة نقسم فيها ظهر الفاروة عند عملية المكافحة. أنا إذا أردت أن أكافح بمادة معينة، أكافح تتساقط الفاروة ومن ثم تخرج فاروة أخرى ومن ثم تتساقط ومن ثم تخرج فاروة أخرى، أنا هنا يعني يطبق علي المثل مكانك سر، لا يوجد نتائج للأمام. أنا عندما أريد أن أكافح أريد إسقاط الفاروة وقتلها عن الحشرات المكتملة، أيضا محاولة الوصول إليها داخل الأعين السداسية وقتلها ومنعها من التكاثر. فإن ما نشاهده على النحل من الفاروة هو 20%. يعني إذا أنت شاهدت 20 حبة فاروة أو 20 أكروس فاروة هو تواجد على النحل، اعلم تماما بأن هناك أضعاف مضاعفة داخل الأعين السداسية. لماذا؟ لأن الأمهات داخل الأعين السداسية تبيض وتتكاثر، وهذه البيوض عندما تخرج ستبلغ وثم تعاود الكرة مرة أخرى. فإذا أنا قلت تخلصت من رقم ليكن 1000 من الفاروة، وهناك إذن أضعاف مضاعفة من هذه الأعداد متواجد داخل العين السداسية. فهذه الطريقة هي جيدة، ولكن للأمد القريب ستحتاج إلى وقت طويل للعمل عليها. لا تعتبر
فعالة مقارنة بالطرق الأخرى التي سيتم الحديث عنها، وهي بحاجة أيضا إلى إيجاد مصائد للفار ووضع أشباك في أرضية الصندوق، الكشف بشكل يعني ستقوم بالكشف على الخلية، ربما تغير هذه المواد مرتين في الأسبوع. البعض اتجه إلى وضع زيت الزيتون على ورقة أرضية الصندوق، وهذه تعتبر عبء على النحال. نحن عندما نقول 200 خلية، كم أحتاج من الوقت لوضع أوراق هذه على في أرضيات الصناديق؟ كم أحتاج إلى عمل مصائد للفاروة في أرضيات الصناديق؟ فإذا هذه الطرق هي تقليدية، لا نقول لا يوجد فيها فائدة، نعم فيها فائدة، ولكن تحتاج إلى أمد طويل حتى نستفيد منها ومتابعة بشكل مستمر، ناهيك على أنها مرهقة. نأتي إلى موضوع آخر وهو المواد الكيماوية. وما أدراك ما المواد الكيماوية؟ إخواني الكرام، المواد الكيماوية تنقسم إلى قسمين في عملية مكافحة الفار، منها كيماويات صعبة التحلل ومنها كيماويات سهلة التحلل وسهل جدا التخلص من المتبقية. أولا نذهب إخواني الكرام إلى موضوع الكيماويات الصعبة، الهارد كيميكال. مثال على ذلك مادة الامتراز، وهو الذي يصنف من المواد الكيماوية الصعبة التي تترك متبقيات في منتوجات الخلية، وهي تعتبر من المبيدات الحشرية المسرطنة، وتستخدم أيضا للاستخدام للأغراض الزراعية. إذا مبيد حشري، هل يجوز أن أضعه داخل الخلية؟ هذا خطأ قاتل. لماذا؟ لأنه هذه المبيدات الحشرية ستتسرب بطبيعة الحال إلى محتويات الخلية من شمع، من عسل، من حبوب لقاح. إذا كنت أستخدم مصائد سم النحل ستتسرب إليه، وهذا العسل سيكون فيه متبقيات مسرطنة لها أثر كبير على عملية استخدام هذا العسل. وهذا أصلا المادة هي مستخدمة أصلا للمبيدات الزراعية للعناكب، وهل يجوز أن نضع مبيد حشري داخل الصندوق؟ هذا خطأ قاتل. ربما يذهب البعض بأنه يقول النتائج جيدة. نعم أخي الكريم، النتائج جيدة، ولكن أنت شاهدت على أرض الواقع النتائج جيدة، ولكن لو قمت بالذهاب إلى الفحص المخبري ستجد بأن العسل يوجد فيه متبقيات، ملوث العسل لا يصلح للاستهلاك، وهناك أمراض لا يجوز أن تكون في هذه المادة التي وجدت من أجل شفاء الناس أن تكون ملوثة بشيء مسرطن. فهذه المادة الامتراز، الأشرطة الصينية، أيضا المواد أبستان، أبيفار، يعني تعددت الأسماء والمادة واحدة وهي الامتراز. هذه إخوان الكرام لا يصح إدخالها إلى صندوق النحل بأي شكل من الأشكال. البعض ما زال يستخدمها، أنا أجزم على ذلك، ولكن هذه خطأ قاتل أخي النحال وأختي النحالة من عملية استخدام هذه المواد، لأنها مواد صعبة التحلل، يعني تترك متبقيات في الأخشاب، في الشمع، في الحبوب، يعني بكافة منتجات الخلية تكون هناك متبقيات وآثار لهذه المادة التي أصلا هي كما قلنا إنها مصممة للأغراض الزراعية، هي مبيد حشري للعناكب يعني ليست للنحل.